عثمان الخامس أقل ما يقال فيه هو رجل تاريخ، ما هو عالم بأصول الفقه، ما هو عالم بالحديث، ما هو عالم بالعقيدة، والو، وما تقدرش تنتفع منه لا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقيدة. سبحان الله، المداخلة لا يكلفون أنفسهم عليه ولو القليل من دقائق أو ثواني للبحث عن أي شيخ يعني يجوا يهضروا عليه، وهذا من غبائهم وحمقهم، يعني يكذبون على الناس أو بالأحرى يستحلون الكذب ويتهمون الناس حتى في مقاصدهم ونياتهم. أيها المدخلي الأحمق، شيخ عثمان الخميس دكتور في الحديث، دكتور في الحديث، قد درس عند شيخ بن عثيمين وشيخ بن باز رحمة الله عليهما. ثم الشيخ عثمان الخميس لما كان يناظر الشيعة وينصر السنة لم تكن أنت شيئا مذكورا، تحت جيرانك لا يعرفونك. شيخ عثمان الخميس روح أي موقع اكتب في محرك البحث عثمان أتخرجك عثمان الخميس، فمواعظه وفتواه تملأ كل المواقع. على الأقل على الأقل لما تجي تقارن بين شخصين وأنت يعني ماكش أهل بأن تقارن بينهما، لكن لازم تكون على قدر العلم الذي هما فيه. شيخ فركوس على الأقل كنت تقول بأنه تخصصه أحاديث أحكام أصول فقه، والشيخ عثمان الخميس قول تخصصه الحديث، هذا على الأقل من باب الإنصاف فقط. اعدلوا، هو أقرب للتقوى، ما تقولش على الناس ما لم يقولوا. فأنت لم ترضى عثمان الخميس لأن رهبانك لا يرضونه، فهؤلاء المشايخ لا ترضوا عنهم حتى يرضوا عنهم رهبانك، ومن سخطوا عليه فذلك عليه السخط. فالإنصاف عزيز، تعلموا أنكم تكون منصفين وتكون عندكم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. اثنين، إياك أن تستحل الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما ترضاش أي شيخ، على الأقل أنصفه وأعدل فيه، ما تكلمش ليتكلم، ما تكلمش لتزيد على نفسك العناء يوم القيامة والسؤال بين يدي الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما.